que dans le monde des sous-gardes, il y a un peu de temps. C'est oui, العام اللي زريني فوق التقاعد اللي كان 41 عام المستشفى يعني المستوصف ديال الرباط يقدم خدمات جليله للمنطقه وكاننا غساد نكرم اننا اسسنا نعترف بالمجهودات اللي سكت نعترف يعني الشباب اللي كلي فينا غيضوا الرباط يضحى يصبر يعني باش تزيد 41 عام غير بلاصت هادشي شي دوكر دغيا الوقت المادي التفتين إلا فلان غنسكن الالتفاتات واخا تلقى بسيطة تلقى غالية ديال الالتفات يدروس ولكن نراتي بنكتي نسكتي تجيب بكلو كيركاز بلاتي مغارين نراكو الغسالة تشجعام تحيوم يوتنا خي كان كماتنا خي كان السي عبد العزيز الهوي ولكن قبل ذلك لابد تغرق السي محمد وزي يراه في هذه الكلمات السي الهوي لازم نسم غور كل ما اتحاد الرغصة غام جمعية تكوني سنو انا بقيت واش اقول نسم غور ونبتني بركات وحضا بكم غام جمعية تكوني نسم غور الرئيس سي علان الرئيس بركدا علان اللي توسن بزاف في قايان الرئيس القديم اللي نعيش نكري نمزي تبارك الله سلو كاني لا غيسوياس سلو كاني مزي انشا ديكا يعني الرئيس قال الجديد ديكا انا مينو صافي قلت يوسف شنو قلت راه زدتيني برك مرحبا بك هدرنخ غاصد مصدر اكريكتاش فاني الثاني سلان الرئيس الجديد الشباب بالمنطقه غصاد قال لي احتفال تفوق لها ليس بزاف جمعيان تقمي تفكيش الاهتمام مخ اشكو ببساطة لقى المزيغن لقى الحين العيدد لقى رأس السنة الأمازيغية تات ندرسي تزيت بحري يقوتن دي مزيغن غاينا فاس افان تختفل بزاف في العيدات باش انا نبتنا على انه يقال لي احتفال اللي ارتبط بشوكان درجة الزيت الشوكان اكل غسات درجة الدور القرن ثم يغول بنادم يغداس وليت العلاقة كراس جوكان اللي غدي الزغد اللي غدي نكروري صدار ورات تنمي ورات يسكر التنمية غريب كي كان انا اللي كبراني فكرة المنطقة ليس سي الهم راه سي تزال من غير انه يغي قايوس تمازيرتان درت العلاقة تمازيرتان وكان غبادة قالت قيمة من القيم العالمية القيم الكونية اللي نشرت كلو البشر اللي لا غيكي وكان لقيت مسلم لقى مسيحيين لقى يهوديين لقى المهم كإنسان درس هاد الجانب ديال العلاقة بالأرض وكان يصح دائما كإمازيغ كنا زعما في لي الجانب الارتباط بالارض مما غد وكان مما غد نحمو مما غد فلاس مما غير الا ما في مرا فلاس مما غير الاعداء وكان غساد من الظل باش نسكري الاعتراف ديال اللحظه الاعتراف ديال اللحظه الامتنان ديال الاطار وكادين خلدوا قماد 41 عام ربما رصدرنا يرجعنا هذا السن الأهمية ولكن انت مغاري رصدرنا هذا السن الأهمية الحاج عبد العزيز الهوي كل ما يخسكرا كل ما دارش ذلك دماس المساهمة ولا يبرد تقمين سيدو دارس علي تزن 41 عام وجود يفكر باش يخوت مازير تاكيف السبيطران التاريخي ملان غير يسكن في القد شالين باش هذا يسال ليه قال الطب وقلت لي ضوء ماض من تاسيس الجماعه 1992 لا سبيطار 1983 من 1983 عبد العزيز الهوي الذي خلال حدود اليوم غصادي يبقى متقاعد وكان يتفرح خنبيت يعني نبدا الاحتفاء اللي نبدا الذكرى
من بعد الاعتراف كل غالي قدم عبد العزيز الهوي ياتي ضوب ماض يلخ كله قيون يتصامح بكل التمغارين هذا نطرش اعترافا كانت غريت اعترافا بالاسهامات اللي قدم عبد العزيز الهوي ضوب ماض راه كنت باهر مسمير ولا يتحواش ولا كل ما يدي حاضر أشكوهم كل اللي تسن أشكوهم كل اللي تسن حتى غا الجانب الدين أنا قلتيني ولي وليت شكر بنادم ويمكن يشكر سيدي ربي أشكو بنادم يقاري عن السبب من الأسباب اللي يشكر سيدي ربي باش يخي قدمية الخدمة اي خي عاون خير الحاجه اللي خي خصها خي قدم كان العمل وكان هاد اللحظات الاعتراف هاد اللحظات التشجيع اغانا كان قيمه رمزيه الشخص اللي نحتفل انا سنتني شكرا انت الميرت قاود السي عبد العزيز شكرا في كل ما تقدمتي الجماعه اللي ضوق وما دمتي سير كاز نزيح شبيه مزيح التقيع كوفيد ولا عشبين مزينين ولا بات سكرتي تفغارين ولا كاز الجماعه اللي ضوق 41 سنة ورجو تفكرت باش اسي تفوت اشكو لات اللحظات مرد سي خويا عبد العزيز وكو يقن مستوصف مذوق ماض ولكن يبقى دائما كمناضل كمضحي كإطار اللي خدمن مذوق ماض المجال الطبي راسو تيمي شكرا بزاف تنبيرت بزاف العمل في المجهود اللي تقدمت اركون السي بغور باهرة اراونتيني سنة سعيدة امازيغية لكل ما تحضر تنمير تنمي